بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا بكم في هذا الصباح وفي هذه الأجواء الخريفية الرائعة التي نستمتع فيها جميعا بأجواء جميلة والخريف، وعين الخريف تتقدم الواحدة تلو الأخرى من الطرفة البكاية وما إلى ذلك، وتأتينا الجبهة في هذه الفترة. نسأل الله أن يكون هذا الغيث نافع وأمطار إن شاء الله خير وبركة على الكل وعلى هذا الوطن الحبيب بما فيها تصريف هذه الأمطار فيما ينفع الناس. أهلا بكم كثير أحباب الصباح، وين ما كنتم سعيد أن ألتقيكم عبر لقاء جديد وصباح جديد يبتسم فيه الوطن عبير العام الهجري الجديد. نتنسم هذا العبير سويا، نستنشق هذه الرائحة الجذابة لعام هجري جديد. كل عام وأنتم الخير، وفيه دائما الصلاة والتسليم على النبي الأواب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلبي بحبك يا محمد قد نشأ، وهواك يسري في الفؤاد وفي الحشا، يا من أزلت عن القلوب حجابها، يا من هواه بمهجتي قد عشعشا، فاض الحنين إليك زاد تشوقي، والقلب مشتاق إليك تعطشا، يا خير من وطأ التراب ومن مشى، صلى الله عليه وسلم. لك طرف مكحل لا بكحل، وجبين يذول منه الظلام، لك وجه كل الملاحة فيه نور وبهجة واحتشام، لك ثغر حوى الفصاحة جميعا فيه شهد وسكر ومدام، لك صدر كلام ربك فيه علم وحكمة واحتكام، لك قلب مطهر ونقي، لك يغضة وقيام، لك مشي على الرمال خفي، لك في الصخر غاصت الأقدام، لك شعر مدعج ذو سواد، وأينما سرت ظللت كالقمام، لك حوض يوم القيامة يروى منه قوم مصدقون كرام، أنت أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام تقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، يا نبي الهدى لك السلام، كلما عانق الضياء الظلام، يا
يا نبي الهدى يا نبي الهدى لك السلام كلما عانى الضياء صلوا عليه. صلى الله